انت ثروة. مركز الأستاذ الدكتور محمد مقبل، مستشفى الولايات العربية المتحدة، نستقبل حالات الولادة 24 ساعة يوميا، أحدث التقنيات، غرفة العمليات والإفاقة على أعلى مستوى، غرف للإقامة مجهزة بأحدث الإمكانيات، وكمان حضانات حديثة جدا لاستقبال الأطفال المبتسرين. كل أنواع الولادة الطبيعية والقيصرية والولادة تحت الماء، أجهزة متقدمة، أسعار تناسب الجميع، فريق طبي على أعلى مستوى. مركز الدكتور محمد مقبل، صرح جديد في أمراض النساء والتوليد، متابعة الحمل، الحمل خارج الرحم، وكل أنواع الولادات الطبيعية القيصرية والولادة تحت الماء. العنوان: شارع جسر السويس مع أحمد عصمت، أمام بوابة 4، نادي الشمس. تليفون رقم: أنت وطفلك في أمان. عندك ضعف في الحيوانات المنوية، عندك مشكلة في الخصيتين، عندك تضخم في الأعضاء التناسلية، بتعاني من التهابات وتضخم في البروستاتا، عندك مشكلة في الجهاز البولي، كل هذه المشاكل هنعالجها في برنامجكم طبيب على الهواء. ننتظر رسائلكم واستفساراتكم طوال الأسبوع على 94-174 للإجابة عليها في عيادة الذكورة والعقم، كل اثنين في الثانية والثلث عصرا. أنت ثروة، لابد أن تكوني أنت أيها الثروة شخصية متميزة، تخرج لنا أجيال، وتخرج لنا علماء، تخرج لنا مهندسين، وتخرج لنا من يبني هذا المجتمع. مشكلات حقيقية، أن أكثر من 90% من هذه الفتيات تعرضنا للتحرش. من السبب؟ إن المجتمع هو السبب الأول في هذه الظاهرة، مؤسساته ومنظوماته، ثم الجماعات الإنسانية المكونة لهذا المجتمع. انت ثروة، الأحد 3:10 عصرا. الصحة والجمال لون جديد للحياة. الصحة والجمال استناك هتقدم يا هلا. انت ثروة، يا من عيوننا يا حواء، يا كنت حياتنا ثروة، يا بطلة عمرنا الطرحة، يا صفحة ربنا الحلوة، يا نبع الحب والإحسان بحبك من صغر منا، يا ملم الذهب والماء، يا سكن قلوبنا من جوا. انتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناتكم، قناة الصحة والجمال، وبرنامجكم برنامج أنت ثروة. عزيزاتي المشاهدات، العمل التطوعي يعبر عن مقدار تقدم الأمم، ويعد العمل التطوعي هو مطلب من متطلبات الحياة. حقيقة يشرفنا ويسعدنا ان احنا النهاردة يكون معانا نجم من نجوم العمل الاهلي في مصر، قام من قامات العمل التطوعي. يسعدنا ويشرفنا ان نلتقي باحد فرسان هذا المجال في مصر بل في الشرق الاوسط، مع الدكتور عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة اتحاد هيئات تنمية المجتمعات المحلية في مصر، وعضو مجلس إدارة اتحاد العام للجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي في مصر. يسعدنا وشرفنا أن نلتقي بهذه القامة معنا في برنامج أنت ثروة. أهلا وسهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك يا دكتور، شرفتنا وسعداء بوجود حضرتك معنا. أنا اللي سعيد بيك وسعيد بأن أنا أكون في القناة المفضلة علينا والسادة المشاهدين كمان. ربنا يحفظك. احنا يعني الواحد يصعب عليه يبدأ مع حضرتك منين، ولكن
النهارده، ولان البرنامج بيكلم وبيخاطب عزيزات المشاهدات، عايزين نستفيد من وجود حضرتك معانا ونسال ونقول اخبار وقدره وقوه المراه في بناء المجتمع المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني بدايه اتوجه لحضرتك بالشكر على المقدمه اللي قلتها في حقي، لكن خليني اقول لحضرتك ان احنا كلنا المفروض نكون جنود في كتيبه تطوع لهذا الوطن، وده يعني ابسط حاجه نقدمها لوطننا اللي تربينا على ارضه وبتبذل الدماء رخيصه في سبيل الزهد عنه من ابنائنا وابناء هذا الوطن وقواتنا المسلحه وقوات الشرطه، وبالتالي كل مننا مسؤول في موقعه، العامل في مصنعه، المهندس، الطبيب، المتطوع، الاعلامي، المذيع، كل منا جندي في كتيبة عمل لهذا الوطن. في حقيقة الامر ايضا كمان بتوجه لك بالشكر لتناول والاهتمام بقضايا المرأة. المرأة المصرية هي نبراس في هذا الوطن. لو تحدثنا عن المرأة المصرية هياخدنا الحديث منذ الفراعنة، منذ القدماء المصريين، والمرأة بتقوم بدورها في مسيرة كفاح طويلة، سواء للزود عن وطنها أو لمساعدة زوجها في تحمل أعباء الحياة أو لتربية الأولاد اللي هما بيعدوا أحد الدعائم الرئيسية لبناء المجتمع. المرأة هي الأم، هي الزوجة، هي البنت، هي الأخت. المرأة إذا تحققت رسالتها على أكمل وجه أعتقد أنها بتقدم للوطن الصانع والجندي والضابط والطبيب والعالم، كل هؤلاء تقدمهم المرأة من خلال رسالة كفاح طويلة بتؤديها على مدى حياتها. في حقيقة الأمر الحديث عن المرأة حديث له عدة محاور. الحديث عن المرأة حديث ممكن ياخد مجلدات كبيرة. المرأة على زي ما قلت لحضرتك على مر التاريخ، لكن لو قلنا في التاريخ الحديث هنقول شوف قدمت المرأة قد إيه في ثورة 19، وقفت في الحركة الوطنية تدافع عن النيل لمطالب الوطن، نزلت في الشوارع جنبا إلى جنب مع الرجل ومع الأبناء. وبالتالي منذ هذا التاريخ وصفحات ناصعة في تاريخ المرأة المصرية بتسطر. في حقيقة الأمر لو احنا تناولنا المواد الأرشيفية لنيل حقوق المرأة في الوطن العربي أو في مصر بالتحديد هينقسم حديثنا لقسمين، المرأة ونيل حقوقها سواء في البرلمان أو الدستور، والمرأة في حياتها الطبيعية اللي بتتحمل فيها أعباء اقتصادية واجتماعية لتربية أسرها، وتحملت على مدى سنوات طويلة أعباء يعني تنوء عن حملها الجبال. لو أنت حضرتك رحنا الريف هنلاقي المرأة بتقف في الحقل، المرأة بتخرج للزراعة، المرأة بتقوم بتربية الماشية إلى جانب زوجها اللي قد يفضل الهجرة إلى المدن أو إلى الدول العربية للحصول على مادة هنا، ويترك أولاده للمرأة المصرية الأصيلة الفلاحة أو الصعيدية عشان تتحمل مسؤولية جسيمة لتربية النشء وبناء أولادها ويعني إعدادهم لسوق العمل وإعدادهم للتعليم ده عشان نتكلم عن التحمل الأعباء اللي بتتحملها المرأة هنتكلم زي ما قلت لحضرتك على عدة محاور، لكن خلينا أقول
لو بدأنا بالدستور بقانون المرأة المصرية او على مستوى المنطقة العربية زي ما احنا عارفين ان او على مستوى العالم، على مستوى العالم الولايات المتحدة الامريكية هي اول دولة شرعت حقوق للمرأة لدخولها البرلمان واعطتها حق الترشيح، وده كان سنة 1888. اما في المنطقة العربية تبعتها طبعا النرويج والسويد وغيرها من دول العالم، لكن في المنطقة العربية كانت المرأة السورية هي اول مرأة تنال حقوقها الدستورية والتشريعية سنة 52 و54 ادى الدستور السوري للمرأة حق الترشيح، لكن تلاتها على طول المرأة المصرية سنة 56 لما سمح لها القانون والدستور المصري بأن تتقدم المرأة للترشيح للبرلمان في مصر. 56 بدأت تمارس المرأة المصرية حقوقها من خلال ترشيحها أو من خلال السماح لها بالترشيح نفسها أو الإدلاء بصوتها كان سنة 56. من هنا بدأ بقى حضرتك يظهر ملامح لوجود المرأة ومساهمتها في النهضة اللي بتحصل؟ صحيح. أنا هقول لحضرتك يا دكتور طارق، هو لازم نفرق بين الأعباء السياسية اللي ملقاة على كاهل المرأة والأعباء الاجتماعية والاقتصادية اللي تحملتها على مدى سنوات طويلة وما زالت تتحملها إلى اليوم، ونتكلم عن الدور السياسي اللي قامت به المرأة للمطالبة بحقوقها السياسية والاقتصادية. لكن المرأة المصرية ظلمت كثيرا، المرأة المصرية تحملت عبر عشرات السنين سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وسوء الأحوال اللي يعني حولت المجتمع لمجتمع ذكوري لا يؤمن بالمرأة، لا يؤمن بعملها، لا يؤمن. وعشان كده المرأة لما خرجت لسوق العمل برغم ان ده حق من حقوقها، لكن المجتمع ما كانش اساسا بيديها الحق الاصيل الا بعد عدة تشريعات، اجازة الحمل بدون اجر، بدأ يعطيها عدد من الساعات للرضاعة وغيرها. لكن في حقيقة الأمر لو نبص للواقع المرأة بتتحمل أكثر. المرأة لو نزلت حضرتك زي ما قلت لحضرتك الريف بحر وإبلي حناها وتجولنا بكاميرا البرنامج بتاع حضرتك هنلاقي بدءا من الساعة 5 الصبح أو 6 الصبح بتخرج المرأة المصرية إلى الحقول لتساهم في حركة التنمية لأسرتها وجوزها. ده نوع من التطوع، نوع من التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأسرة اللي في مجملها بتعود على المجتمع بالنفع. لما زوجها أو زوج المرأة الريفية أو حتى هنا في الأحياء الشعبية بتلاقي حضرتك المرأة جنبا إلى جنب جوزها بيخرج للعمل وهي موجودة جنبه بتبيع سواء في الباع الجائلين او في المحلات او في غيرها. من ايضا خرجت المرأة لسوق العمل مضطرة، خرجت مضطرة لسوق الاحوال الاجتماعية والاقتصادية على مدى سنوات طويلة. خليني اتابع مع حضرتك انجازاتها واهم الادوار اللي قامت بيها في الفترة اللي جاية بعد ما ناخد فاصل صغير ونرجع تاني. فاصل ونرجع ليكم تاني. يا من عيوننا يا حور، يا كنبة حياتنا يا صر، يا ضفرة عمرنا الطرحة، يا فكة ربنا الحلوة، يا نبع الحب والإحسان، بفتك من صبر منا، يا أغلى من الذهب والمال، يا سكنة قلوبنا من جوا، رجعنا لكم وبنفكركم ان احنا معنا احد فرسان العمل الاجتماعي في مصر بل في الشرق الاوسط واحد القناه اللي احنا بنشرف بوجودها معنا النهارده، معالي الدكتور عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات ومؤسسات العمل الاهلي
بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة اتحاد هيئات تنمية المجتمعات المحلية في مصر وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات في مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن دور المرأة في التنمية الاقتصادية واللي ساهمت مساهمة كبيرة في أنها تحمل جزء كبير من العبء مع زوجها أو شريكها، وكنا حابين نعرف من حضرتك دلوقتي التطوع والإسهامات اللي قامت بها المرأة في مجال التطوع والنماذج المشرفة اللي ممكن حضرتك تقصها علينا دلوقتي واللي ساهمت في نقلة كبيرة في مصر في الفترة اللي فاتت. هو في حقيقة الأمر للمرأة نجاحات عظيمة وأدوار متعددة في المجتمع المصري، سواء في على مدى السنوات الطويلة الماضية أو في الوقت الحالي. برز دور المرأة في الفن وفي الأدب وفي الإعلام وفي القضاء، والمرأة المصرية أدت دورها كوزيرة، حضرتك تتذكر وكل السادة المشاهدين يتذكروا السيدة عائشة راتب. نعم. هذه السيدة العظيمة ودكتورة أمال عثمان وغيرهم من أوائل الوزيرات اللي خدموا الوطن. طبعا في الفن والأدب قد إيه، طبعا نتذكر سيدة الغناء العربي بنت الشاطئ في الأدب وغيرها من المجالات المختلفة. على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية اللي هو المجال اللي أنا بشرف إن أنا أنتمي إليه وأتطوع فيه، هناك رائدات في العمل التنموي موجودين في مصر، بدءا من هدى شعراوي اللي نادت بتحرر المرأة، مرورا بالسيدة الفاضلة السيدة هدى بدران اللي ما زالت تعطي حتى الآن وهي رئيس الاتحاد النساء المصري، وعندها جمعية من أكبر الجمعيات اللي موجودة في مصر، ويعني هي كانت وأنا كان لي الشرف إن أنا أزاملها في لجنة صياغة قانون الجمعيات الأهلية اللي شكله السيد وزير التضامن. وأدي هذه السيدة تعبر عن الزمن الجميل للمرأة المصرية بشموخها وعطائها وفكرها للمجتمع. أيضا هناك العديد من السيدات اللي ساهموا مساهمة فعلية في التنمية الاقتصادية في مصر، زي السيدة الفاضلة زينب عزت رئيس الجمعية العامة للأسر المنتجة في مصر اللي بتمتد فروعها على مستوى مصر، قد ايه بتساهم بالإنتاج وبتشغيل المرأة في مختلف المجالات، وهي السيدة ملك سليم مذكور، السيدة زينب الوكيل، عديد من السيدات هدى عبد الخالق، العديد من السيدات اللي بيترأسوا جمعيات نجوان عنايات وغيرهم من السيدات المجتمع، سواء في المؤسسات أو الجمعيات الأهلية أو في الأندية الروتري أو الأندية الاجتماعية المختلفة المشهرة والمقيدة تبع وزارة التضامن الاجتماعي. السيدات المصريات بيقدموا جنبا إلى جنب للتنمية الاقتصادية بمفهومها الضيق ومفهومها الواسع. بمفهومها الضيق زي ما قلت لحضرتك إن السيدة المصرية النهاردة بتتحمل أكثر من 60% من أعباء الأسرة في عملها، في تدبيرها لمنزلها، في الخروج لسوق العمل. بنلاقيها من اول ما نخرج من مدينة الانتاج الاعلامي في كل الشوارع والحواري والازقة في القرى والنجوع في الريف المصري، بنلاقي السيدة بتكدح وتئن على تربية اولادها للحصول على اولاد. في حقيقة الامر المحور التنمية الاقتصادية اللي بتأديه المرأة بتأديه بالدور اللي سمح به المجتمع، لكن خلينا نأكد دكتور طارق انه لابد من وجود تشريعات. الصورة الاوسع للحديث عن المرأة، لابد من وجود تشريعات وادوات واليات لتفعيل او لتفعيل دور المرأة في المجتمع، و
من خلال القروض لمشروعات معينة من الصندوق الاجتماعي يعني وتخفيض سعر الفايدة وغيرها من المشروعات اللي تخفف العبء عن السيدات. يعني تشريعات حضرتك ذكرت كلمة تشريعات، يعني حضرتك كنت بتأمل ايه اللي مش موجود وحضرتك بتأمل انه يكون موجود؟ ايه التشريعات اللي موجودة دلوقتي اديتها جزء من حقها، وايه اللي حضرتك بتتمنى انه يشرع في الفترة اللي جاية عشان يزود فعالية المرأة في هذا المجال؟ في حقيقة الامر احنا عندنا غابة من التشريعات اللي بتؤدي الى ضعف دور المرأة في المجتمع. لابد من النظر الى قانون قوانين الاحوال الشخصية، لا يمكن باي حال من الاحوال ان المرأة برغم ما تعانيه من سوء احوال اقتصادية واجتماعية نتيجة الفقر والمرض والجوع اللي بيطالوا اكتر من 50% من الشعب المصري، ايضا بتتحمل المرأة عبء تشريعات قديمة تؤدي بها لانها لا تحصل على حقوقها. انا مش يعني مش هقول لحضرتك على حاجات في الخيال، خلينا نقول مثلا السيدة اللي ظهرت في احد القنوات الفضائية امبارح وكانت اساسا فيما يعرف بالطفلة اللي تم القائها في مقلب القمامة، ويعني مشكورا السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الصحة انتقلوا لمشاهدة الطفلة، وشهدنا تصريح للدكتور ابراهيم محلب بيقول ان دي صرخة من المجتمع. عايز استغل وجودي في البرنامج واقول له يا دكتور محلب ماذا فعلت لهذه السيدة بعد ان استمعت اليها امبارح في برنامج العاشرة مساء، وهي سيدة عندها 4 اولاد مش قادرة لا تعمل، بنت صغيرة من بناتنا، عملت لها ايه لما انت زرت الطفلة؟ هل امنت مستقبل هذه السيدة؟ هل حصلت هذه السيدة على حقها من المجتمع؟ انا في حقيقة الامر كل مصر امبارح شافت هذه الحلقة وكانت حلقة صادمة، لكن ما هو الحل؟ هل تدخل احد المسؤولين باحد الحلول لانتشال هذه السيدة من مصيرها؟ عندها 4 اطفال منهم طفلة موجودة، هنلاقي السيدة دي جوزها في السجن، اهل زوجها زي مشاهد المشاهدين انها بيتبرأوا من الاولاد، اصبحت هذه السيدة كما عندنا كم الف سيدة موجودة على نفس الوتيرة وعلى نفس الشكل. انا فهمت من حضرتك دلوقتي ان احنا في عندنا اصلا قوانين موجودة محتاجة تفعل، مش تفعل، لابد من اعادة نظر في هذه التشريعات لحماية المرأة من انها يعني تقع بين انياب ذئب بشري يقدر يخلف طفل او طفلين وبعد كده لا يتحمل مسؤوليتهم ويلقي بهم في الشارع، وتتحمل مصيرهم هذه السيدة، وتبدأ هذه السيدة تضيع عمرها وصحتها وحياتها دون مساندة من المجتمع. لابد من تشريعات تساند المرأة الفقيرة، ولابد من مؤسسات رعاية، وانا بقول لحضرتك لابد ان يسمح بمؤسسات للرعاية لرعاية الاطفال اللي يعني لم يتحمل رجولة وشرف ابهاتهم في وقوفهم ويرموا اولادهم مع سيدة لا تعمل وتتعرض للذل والاهانة. طيب دكتور عز نستفيد من وجود حضرتك واسأل حضرتك سؤال، هو حضرتك راضي عن مجال التطوع او ما قدمته المرأة في الفترة اللي فاتت من تطوع، ولا في حاجة حضرتك تحب تأكد عليها عشان نزود المفهوم ده ونعمقه عند المرأة؟ خليني اقول لحضرتك احنا الاتحاد القاهرة من الاتحادات الرائدة على مستوى مصر اللي بيبرز او بيعطي اولويات لرفع قدرات المرأة ورفع كفائتها من خلال العديد من البرامج اللي بيقدمها الاتحاد ودعمها مع اكاديمية ظهور الشباب مع
النقابة العامة لتنمية الموارد البشرية مع الصندوق مع المجلس القومي للمرأة. ويمكن حضرتك شفت قد ايه الدورات اللي بيقدمها مدربين اكفاء، وانا بشكرك على دعمك لهذه البرامج. شكرا. اعتقد ان اساسا البرامج دي محتاجة انها تلقي المزيد من التنوير والتثقيف للمرأة المصرية عن اهمية حقوقها، سواء حقوقها الاجتماعية او الاقتصادية. ايضا لابد من تدخل سريع لمساندة المرأة الفقيرة والضعيفة لنيل حقوقها. لابد ايضا من وجود مكاتب دعم قانوني لمساندة السيدات التي لا يحصلن على حقوقهن، سواء من النفقة او من القضايا اللي بتقف في المحاكم وتتأخر. معنا بعض النماذج، بعض النماذج معانا بتعرض حضرتك دلوقتي على الشاشة للنماذج للمرأة المتطوعة، او لخوض المرأة في او اقتحامها لمجال العمل وتنافس فيه الرجال، واللي اثبتت فيه فعلا قدرات طيبة بيعرضوها لنا دلوقتي. وده هيخليني اسال حضرتك، واحنا بنتفرج مع السيدات المشاهدات على اللقطات ديت، واقول لحضرتك انا يعني كنا بنتناقش مع حضرتك قبل الحلقه على بعض البرامج اللي كان الاتحاد بيقدمها في دعم ورفع مهارات وتنميه مهارات وقدرات المراه، وكنت حضرتك بتستضيف في الاتحاد اكتر من مشروع تم في الفتره اللي فاتت. كنت حابب حضرتك تبرز لنا كده رؤيه حضرتك للموضوع دوت، وايه اللي حصل في الاتحاد في الفتره اللي فاتت. مهم جدا ان احنا نهتم بقضايا المرأة والفتاة المصرية. نتناول مشاكلهم من خلال عدة محاور. محور اول هو رفع قدراتهم لاستجابة سوق العمل بالنسبة ليهم، سواء من بناتنا الخريجات في مختلف التخصصات المختلفة، ومساعدتها في الحصول على وظائف عمل او فرصة عمل من خلال ربطها بسوق العمل، رفع كفائتها، ومن خلال الملتقى للتوظيف نجيب الشركات داخل الاتحاد او برعاية من احد الصناديق اللي موجودة، ويتقابل الشركات مع ولادنا الفتيات والخريجات، وده هيوفر عليهم فرص البحث عن وظيفه. معايا اتصال حد، الاستاذ حمدي معايا. استاذ حمدي اتفضل. الو، اتفضل يا فندم. معاك دكتور طارق، مساء الخير. اهلا وسهلا استاذ حمدي، ربنا يحفظك. ازاي حضرتك؟ اتفضل. حمدي الجعفري من دار السلام يا فندم. اهلا وسهلا استاذ حمدي، اتفضل يا فندم. كنت بس عايز اسال سؤال للدكتور عز الدين فرغر، وانا اعرف ان هو راجل احد القامات في العمل الاجتماعي والعمل الاهلي في مصر. ايوه. انا وزميل فاضل طبعا ورئيس وقائد. شكرا. لكن انا كنت عايز اوجه له سؤال، ممكن يا فندم؟ اتفضل دكتور عز، مع حضرتك سامعك. اتفضل يا فندم، اتفضل. دكتور عز. اتفضل يا فندم. جميل جدا ان انا سامع وشايف حضرتك في التلفزيون عن الاعمال اللي بتقوم بيها للمراه في القاهره. وانا بس كنت عايز اقول لحضرتك، وانت بصفتك عضو مجلس اداره في الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه في مصر، وبصفه حضرتك رئيس المجتمعات اتحاد جمعيات المجتمعات المحليه، هل انت راضي عن تنميه ونهوض المراه في جنوب الصعيد؟ في جنوب الصعيد؟ في الجنوب، هل انت راضي؟ اين قيادات العمل الاهلي، اين قيادات العمل الاجتماعي من جنوب الصعيد؟ شكرا، شكرا جزيلا استاذ حمدي على السؤال، وصلت الرساله. انا بشكرك، بشكر حضرتك الاستاذ حمدي على هذا السؤال. في حقيقه السؤال ده استاذ حمدي بيقودنا الى عادات وتقاليد موروثه في جنوب الوادي، جنوب الصعيد، وده محتاج جهد مشترك، محتاج زياده للوعي الثقافي. الصعيد السنه اللي فاتت غير السنه اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، الصعيد كان بالنسبه للمراه في سنوات سابقه هو ظلام دامس بالنسبه للمراه، لا
لا يسمح للمرأة بممارسة حقوقها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، لا يسمح للمرأة بممارسة أي حق خاص بالترشيح، وده موروث قديم أفرزته البيئة في جنوب الوادي بدءا من محافظات بني سويف إلى امتدادا للأقصر وأسوان، بتشتد في بعض المحافظات زي محافظة أسيوط ومحافظة سوهاج. لكن خليني أقول لحضرتك النهاردة إلى حد ما بدأت المرأة في جنوب الوادي تعرف حقوقها من خلال تعليمها، حصولها على التعليم من خلال الوسائل الإعلام المختلفة. أنا هاخد كلمة حضرتك الأخرانية ديت بتاعت اهتمام حضرتك بالمرأة في جنوب الوادي، وأنا بعتذر الوقت بتاعنا خلص، ولكن سعادتي يعني الغامرة وسعادتي البالغة إن حضرتك كنت معايا النهاردة بنتكلم على حق المرأة وعلى النماذج المشرفة للمرأة. أنا بشكر حضرتك على تشريفك ليا وتشريفك للبرنامج. أنا بشكر، ويعني أوعدنا بإنه اللقاء ده يتكرر تاني بإذن الله، هيتكرر ونتكلم عن المرأة في الجنوب وكيف نصل إليها أو يصل صوتنا إليها لمزيد من حركة التطوع في مصر. شكرا جزيلا، كل الشكر لمعالي الدكتور عز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجامعات الأهلية بالقاهرة وعضو الاتحاد عضو اتحاد الجمعيات في مصر، عضو مجلس إدارة. وأنا حقيقة يعني بنتمنى إن شاء الله إن احنا يبقى لنا لقاء تاني معاه نستفيد منه أكتر من كده، وقتنا ضيق وقتنا خلص، على وعد باللقاء مرات ومرات إن شاء الله مع برنامجكم أنت ثروة. تحياتي طارق درويش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.